بكم مشاهدينا الكرام من هنا من الملعب البلدي بمدينة برشيد مع فعاليات منافسات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية لكرة القدم. سنبقى مع قراءة الفاتحة على ضحايا زلزال الحوز ثم نعود. حمزة الحسيني 20-15 عبد الخالق أيت وغربي في حين الحكم الرابع وسوردي محسن من عصبة مراكش أسفي في حين غرفة البار ولازال ينتظر فريق يوسفية برشيد تأهيل هؤلاء اللاعبين لأجل إعطاء الإضافة. إذا تعطى انطلاقة المقابلة لأقدام يوسفية برشيد الذي يبحث عن أولى النقاط في هذه المواجهة وعنوان مشترك بينه وبين فريق شباب المحمدية الذي بدوره خسر مقابلة الأولى والثانية عن الجولة الأولى والثانية. سيناريو نفسه تلقاه فريق يوسفية برشيد ابن فريق شباب المحمدية صاحب التجربة الكبيرة سواء على مستوى الكروي وعلى مستوى التدريبي. أيوب بوشتا أيوب يمر كورتو أيوب فرصة إمكانية للمحمدية أخرج من الشباك أشرف الهلالي أخطر فرصة لحدود الساعة لكن قبل ذلك كانت راية وتسلل يريد أن يستقبل. تعود من جديد فرصة للشباب في الإمكانية حكم كان قريب من العملية يقول ليس هناك شيء. هاللقطة سنحتكم فيها للفار. المحاولة الماضية كان في احتجاج من جانب عناصر فريق شباب المحمدية لازال هناك سقوط في أرضية الميدان. الحكم النحيح محمد من عصبة الشرق حواره مع الحكم بوسليم ياسين وشد عبد الله. المحاولة الماضية المراوغة من أيوب بلوشي العرقلة من جانب المدافع. إذن ضربة جزاء يقول حكم اللقاء كما قلت لكم قبل قليل لقطة ممكن أن يتدخل فيها الفار وقد تكون نقطة الانعطاف لكن لازال هناك أمل بالنسبة لفريق يوسفية برشيد أمام حارس المرمى أشرف الهلالي. دن أيوب بوشتا يستعد أمام أشرف الهلالي أيوب ينطلق أيوب الله هدف أول لفريق شباب المحمدية عن طريق العميد أيوب بوشتا. هدف قد يغير إيقاع المقابلة بشكل كلي. الآن بعد هذا الهدف سنرى يعني ربما الضغط بشكل كلي من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد الوقت اللي ربما قد يغير مدرب الفريق رشيد روكي. انطلاقة بشكل جيد هنا فرصة الإمكانية ليوسفية فرصة هي الأخطر هي الأبرز هي الأقرب لزيارة الشباك من جانب يوسفية برشيد. يوسف أوبابا كان قادر على منح التعديل ليوسفية برشيد من خلال الكرة الماضية لكن سفيان براحو كان في المكان المناسب. تعود مرة أخرى لأشرف مرزاق أشرف يمر الكورتو فرصة الإمكانية وتدخل الدفاع في المعترك تدخل دفاع عن شباب المحمدية. الضغط الآن من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد بدأ شيئا فشيئا يقترب من زيارة الشباك فريق يوسفية برشيد. التسديدة الماضية كانت محادية للمرمى تسديدة عبد الخالق أيت أوغربي كرة في المعترك في إمكانية ليوسفية هنا عبد الخالق يستعد للتسديد. عبد الخالق يطلب حكم اللقاء بضربة جزاء حكم ينتظر الفار. يوجه انذار شفوي حكم اللقاء النحيح محمد
لحمزه الحسيني. لاحظ تسديده أرحبي هي الاخيره لصالح يوسفيه برشيد من اجل العوده في نتيجه اللقاء في الجوله الاولى. تلعب الكره بدون متابعه لخارج ارضيه الميدان لتماس مجدده لصالح الشباب المحمديه او لصالح اليوسفيه. فهد الاثناء يعلن حكم اللقاء السيد نحيح محمد على نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق شباب المحمدية بهدف لصفر. هدف في الدقيقة 24 عن طريق ضربة جزاء عن طريق العميد أيوب بوشتا. إذن أعطيت انطلاقة الجولة الثانية بين الطرفين في هذه المواجهة. تغييرين كان ما بداية الجولة الثانية في صفوف فريق يوسفية برشيد في الوقت الذي دخل به فريق دخل به رشيد روكي. تعود الكره من اسماعيل محراب يحاول المرور، تدخل بشكل جيد من جانب يوسف بوعبيد. عوده من جديد لشباب المحمديه، فرصه الامكانيه لم يتفاعل مع الكره الماضيه بشكل جيد المهاجم عزيز نقلي. بالتالي ضاعت كره الهدف الثاني لشباب المحمديه. كره في الوسط عبد الخالق قيس رحبي إيمان الكورتو للجهة اليمنى أشرف مرزاق. يصعد أشرف، أشرف في كرة ثانية، فرصة الإمكانية ما زالت متواصلة. الهجمة كرة خطيرة جدا عن طريق هشام مرشد. هشام مرشد يضيع فرصة سانحة للتسجيل، فرصة التعديل لفريق يوسفية برشيد. إذن رويدا لرويدا بدأ يخلق الخطورة يوسفية برشيد في ثاني الجولات دون تسلل. تموضع جيد من هشام مرشد لكن اللمسه الاخيره كانت فيها القوه اكثر من الدقه وبالتالي غاب التعديل. يخرج الكره للركنيه عصام بن بو عبد الله. عصام يلعب كورتو، فرصه الامكانيه مازال فيها محاوله تسديد. تسديده تفسر كل شيء، تسرع واضح من جانب مهاجمي فريق يوسفيه برشيد. صلاح السالمي او صالح السالمي دون ما يفكر، لاحظوا طريقة التسديد حتى لو انه مرت لم تكن في طريقها للشباك. عودة لعزيز النخلي، تبادل ونقلات بينية للاعبي فريق شباب المحمدية لابعاد من جانب يوسفية برشيد. مباراة كانت فيها التحامات كثيرة بين اللاعبين، التنيدية حاضرة. معركة الوسط فاز بها بالاستحواذ فريق يوسفية برشيد، في حين فاز بالنقاط فريق شباب.